في اليوم العالمي لمكافحة الفساد اتجهت الأنظار إلى العاصمة الرواندية كيغالي، حيث تولى حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى ورئيس جمهورية رواندا الصديقة تكريم الفائزين بالنسخة الرابعة من جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثانية الدولية للتميز في مكافحة الفساد. الجائزة حصل عليها في باب البحث العلمي والتعليم كل من الدكتورة ماريا كرامبياك باراديس من قبرص والدكتور ألبان كوكي من ألبانيا، وتحصل على جائزة إبداع الشباب وتفاعلهم السيد جون جاك لومومبا من جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمعية الشباب الموسيقي الدولية. أما جائزة الابتكار فقد كانت من نصيب السيدة النورا الكانوفا من قيرغيزستان ومنظمة سيما للخدمة العامة، فيما أسندت جائزة إنجاز العمر إلى فخامة السيد كينيث كوندا رئيس جمهورية زامبيا السابق. الحفل كان مناسبة أزاح فيها حضرة صاحب السمو والستارة النسخة الرابعة من نصب جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد في حديقة مركز كيغالي للمؤتمرات، بحضور عدد من الشخصيات الدولية المرموقة وأعضاء اللجنة العليا والمجلس الاستشاري لاختيار الفائزين بالجائزة. كما تم على هامش الاحتفال التوقيع على 3 اتفاقيات بين حكومتي قطر ورواندا لتعزيز التعاون بين البلدين في مجال الخدمات الجوية والطيران. فخامة رئيس جمهورية رواندا توجه بالشكر إلى حضرة صاحب السمو مشيدا برؤية سموه التي كانت وراء بعث هذه الجائزة، واعتبر رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي أن جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثانية الدولية للتميز في مكافحة الفساد مبادرة رائعة. وكتب حضرة صاحب السمو تغريدة شكر فيها فخامة رئيس بول كاغامي وحكومة رواندا على استضافة الحفل وهنأ الفائزين، معتبرا الفساد أحد أكبر معوقات التنمية والنهوض الاقتصادي. وبالتزامن مع هذا الحدث استضافت الدوحة المؤتمر السابع للمنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد بحضور ممثلين عن أكثر من 100 دولة من جميع أنحاء العالم. وناقش المؤتمر مواضيع عدة تتعلق بتفعيل دور البرلمانات في مكافحة الفساد، منها تعزيز الحكم الرشيد والمساءلة والنزاهة وغيرها من المواضيع. ويأتي اهتمام دولة قطر بمكافحة الفساد ليؤكد الموقع الريادي الذي تحتله في هذا المجال، حيث صنفتها منظمة الشفافية الدولية في المراتب الأولى عالميا في مؤشر مدركات الفساد من بين 180 دولة يشملها المؤشر للعام 2018. ونوهت المنظمة إلى أن التقدم الذي أحرزته دولة قطر في هذا المجال يرتبط ارتباطا وثيقا بمستويات التنمية والتطور البشري والإدارة العامة الفعالة والمستويات العالية من الناتج المحلي الإجمالي والصحة والتعليم.